بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا الفلوجة؟ الفلوجة هي أول مدينة سقطت قبل الموصل، حوالي 6 أشهر قبل الموصل. الفلوجة تعتبر منطقة أساسية ومهمة وخاصرة لبغداد الغربية، أصبحت مركز تهديد أساسي لبغداد. كادت بغداد أن تسقط من هذا الطرف، من طرف الفلوجة، في بداية 2014 بعد سقوط الموصل. كان خط دفاعي بعد سقوط الفلوجة بأشهر قليلة، بدينا نمسك خط دفاعي نسند القوات الأمنية. معروف أهميتها، أغلب التفجيرات التي حدثت في بغداد كانت من هذه المدينة ومن هذه المنطقة. لماذا الآن مع تطور الوضع السياسي والمشاكل السياسية اللي حدثت بالأشهر الأخيرة زادت التفجيرات في بغداد؟ وأيضا قدمت القوات الأمنية خسائر كبيرة في خطوط الدفاعية في هذه المنطقة، لذلك صار قرار بإنهاء هذه المشكلة والدخول إلى هذه المنطقة وتحريرها. منطقة العمليات هي قضاء الفلوجة. القضاء يشكل من ناحيتين، ناحية القرمة وناحية الصقلاوية. مساحة الكلية 500 كيلومتر مربع، تم لحد الآن تحرير الجزء الشرقي من عندها، تحرير القرمة، والآن احنا باتجاه الصقلاوية. يمكن إلى يوم غد إن شاء الله أو يومين حد الأكثر تنتهي قضية الصقلاوية إذا الله سبحانه وتعالى، وننهي الطوق الكامل حول الفلوجة، وستبدأ إن شاء الله عمليات تحرير نفس مركز المدينة بالساعات القادمة إن شاء الله. Which forces are taking part in the operations and how have you distributed your assignments? Also, is the US-led coalition taking part in the operations? القوات اللي تشترك هي قوات الحشد الشعبي بشكل أساسي، قوات الجيش العراقي وبكل صنوفه، يعني القوة الجوية وطيران الجيش وجزء من القوة البرية اللي هي في قيادة بغداد، وبالإضافة إلى ستدخل خلال الساعات القادمة جهاز مكافحة الإرهاب. الشرطة الاتحادية البطلة أيضا هي شريكة أدنى. منطقة العمليات تم تقسيمها إلى منطقتين أساسية، هي منطقة عمليات الشمال شمالا ومنطقة عمليات الجنوب، وعندنا قيادة عمليات مشتركة تدير هذا العمل بشكل أساسي. Are you coordinating with the popular mobilization units from the province of Anbar as well as the local tribes from Anbar province? الحجز الأنباري هو جزء من الحجز الشعبي، يسموه الحجز السني والحجز الأنباري، هو جزء من الحجز الشعبي. عندنا احنا حوالي 10,000 من الأنبار داخل الحجز الشعبي، وعندنا من المكون السني الآن حوالي 20,000 سني داخل هذا الحشد. هذا الحشد يشكل من الشيعة والسنة، عندنا كرد فيلية، عندنا تركمان شيعة، عندنا إيزديين ومسيحيين. Where would you put the numbers of the fighters from the joint Iraqi forces and how many fighters are they facing from Daesh's side? المنطقة معقدة الآن، الصراع مع الطبيعة بشكل أساسي. الأعداد هي بالآلاف، أعداد كبيرة وقسمت إلى محاور أساسية، وعندنا عمليات التفاف واسعة. كل عملياتنا ننجح بها بعمليات الالتفاف والمواجهة. نريد أن نقلل خسائر الأبنية والبنى التحتية. الآن العملية تقريبا قلت لكم شارفت تقريبا على أن ينهي، حوالي حررنا حوالي 50% الآن من المنطقة. Do you have a time frame until the liberation of the city of Falluja? بيد الله سبحانه وتعالى. النصر من أن تنصر الله ينصركم، بيد الله. إحنا علينا أن نبذل جهد، ونعتقد إحنا إن شاء الله أيام، ما راح نطول إن شاء الله كثيرا. We always hear statements from Iraqi officials and from popular mobilization units officials talking about the importance of cutting off Daesh's supply lines. Where are Daesh's supply lines stretching from? الفلوجة هي جزء من محافظة الأنبار، هي الجزء الشرقي من الأنبار اللي سيك ببغداد، ترتبط بمحافظة الأنبار اللي هي صحراء كبيرة ترتبط بحدود السعودية والأردن وسوريا، وطرق الإمداد كانت مفتوحة. لا زالت الحدود السورية العراقية مسيطر عليها من قبل داعش. احنا استطعنا كقوات أمنية عراقية بالتعاون مع الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من السيطرة الآن على الحدود الأردنية العراقية قبل أيام، ونأمل إن شاء الله بعد ما ننتهي من هذه العمليات نتوجه أيضا إلى الحدود لقطع خطوط إمدادة من سوريا. إحنا عندنا خط إمداد
من المناطق اللي ساقطة بيد المسلحين في سوريا وإمدادها إلى تركيا. Daesh Takfir militants have had control over the city of Falluja since the beginning of the year 2014. What do you believe, or how do you believe the Takfiris have invested in this time or in their control over the city of Falluja? هذه المنطقة منطقة زراعية بها أنهار كثيرة بها سواقي كثيرة بها بزل ما يسمى بالبزل أرض هشة أرض زراعية بها نخيل والآن إحنا المعوق الرئيسي هو الأرض والتقدم بهذه الأرض الزراعية معروف بثقلنا العسكري وبآلياتنا العسكرية راح يكون ثقيل وضعوا أنفاق كثيرة صنعوا أنفاق هم يعتبروا عاصمة لداعش حقيقية يعني أهم من الموصل الموصل بعيدة جدا بالنسبة إلى بغداد هي أهم بكثير من الموصل لذلك الآن أكو حملة إعلامية شرسة عندنا من الفضائيات المرتبطة بالسعودية وبدول الداعمة للإرهاب ونعتقد أنه أمريكا حولت القاعدة من مراكز إرهاب إلى منظمة اسمها داعش تستهدف المكونات الاجتماعية في المنطقة تستهدف الشيعة والسنة والإيزدين والمسيحيين نعتقد أنه أكو رعاية أمريكية وعالمية ونعتقد أنه الدول الخليج وخصوصا السعودية على رأس دول الممولة للإرهاب الفكر هو فكر سعودي بامتياز فكر وهابي سلفي والأموال معروفة خليجية One of the main issues that you have been accused of is committing atrocities against the civilians who are living on the inside in Fallujah. According to the United Nations, there are more than 50,000 civilians currently stuck inside Fallujah. What kind of efforts are the popular mobilization units exerting to help rescue these civilians? نحن ناس متشرعين حسب فتوى سماحة السيد السيستاني. وسماحة السيد الخامنائي حفظه الله تعالى نقلد العلماء جايين احنا كحشي الشعبي من منطلق شرعي وعلى اساس الفتوى الشرعية الفتوى الشرعية تبيح لنا الدفاع حربنا حرب دفاعية الدفاع عن انفسنا عن مقدساتنا عن اعراضنا عن ارضنا كانوا يردون يسوون بينا مثل ما عملوا بالايزديين وحاصروا التركمان في امرلي لمدة 70 يوم الى ان حررناها حربنا حرب دفاعية وليس ثأرية الآن احنا جايين كما ذهبنا إلى سامرة وغيرها من أجل إنهاء الإرهاب وإعادة الناس الأهم هو تكريت مدينة تكريت مدينة معروفة صدام من مدينة تكريت حكمنا وكان دكتاتور من تكريت عملية سبايكر اللي حدثت قبل سقوط الموصل بأيام أو أثناء سقوط الموصل حدثت داخل مدينة تكريت قتل حوالي 2000 شاب شيعي معظمهم في مدينة الفلوجة وأهل المدينة كانوا موجودين في مدينة تكريت وأهل مدينة تكريت كانوا موجودين لم ننتقم من مدينة تكريت أرجعنا السكان والآن جامعة تكريت تعج بالطلاب هذه الاتهامات هي جزء من حرب نفسية تشنها داعش والدول المساندة لداعش ضدنا Do you think there is someone who is trying to put a sectarian print over the fight against terrorist Takfiris or the terrorist Takfiri group known as Daesh? طبعاً. أكو هدف أساسي وداعش هي صاحبة شعار في هاي القضية أن يكون وبداء الزرقاوي قبل داعش اللي أسس ومهد لداعش الانقلاب من القاعدة إلى داعش مرت بفترة الزرقاوي اللي أعلن أنه علينا أن نشنها حرب طائفية بين الشيعة والسنة وهذه لن ينجحوا بها احنا الآن معنا السنة ومعنا الشيعة ومعنا طوائف أخرى لن ينجحوا بهذه القضية لن نرتكب إن شاء الله أي إثم ونسعى إلى إعادة الناس إلى أماكنها هدف الحرب هو السلام هدف الحرب هو إعادة الحياة الطبيعية إلى العراق There has also been another campaign launched regarding the presence of Iranian advisors here in Iraq, namely under the command of Major General Qasem Soleimani. There has been a very vicious campaign regarding the presence of Iranian advisors in Iraq. What can you tell us about the role played by the Iranian advisors here in Iraq and how they affected the battle against the Takfiris? الحكومة العراقية السابقة بزمن السيد نور المالكي طلبت رسميا من الولايات المتحدة التدخل لحماية العراق أثناء سقوط الموصل وطلبت من الحكومة الإيرانية
الحكومة الأمريكية لم تقدم أي مساعدة إلى أن تغيرت الحكومة من حكومة السيد المالكي إلى حكومة السيد العبادي. سحبت الشركة اللي تصلح الدبابات الأمريكية لبرامز، منعت عتاد لبرامز وأعطت كميات قليلة ولا زالت، لم تقدم أي مساعدة. الحكومة الإيرانية بادرت بإرسال، الجمهورية الإسلامية بادرت بإرسال السيد قاسم سليماني، الأخ العزيز والحبيب والمضحي. هذا الشخص جاء بسرعة وإجوا مستشارين بطلب من الحكومة العراقية وأسسوا مركز للإسناد. بدأت الحكومة الجمهورية الإسلامية تنقل العتاد، كان عندنا عتاد لكلاشينكوف ما موجود، عندنا بنادق لكلاشينكوف ما موجودة، سقطت مدن كبيرة بالعراق، الرمادي كاملا تقريبا، الموصل كاملة، صلاح الدين في معظمها، بغداد كانت مهددة، إديالة كانت آيلة إلى السقوط، قطع طريق بغداد إلى كردستان، لم يمد يد العون إلى العراق إلا الجمهورية الإسلامية. وحضور هؤلاء الخبراء والمستشارين أعطى دافع قوي، أنطونا استشارات، أنطوا دعم مادي كبير، وأيضا ساعدوا في منع سقوط أربيل. يعني السيد قاسم سليماني، الأخ العزيز قاسم سليماني، ذهب إلى أربيل لمنع سقوطه بطلب من الحكومة العراقية وبطلب من السيد مسعود البرزاني وحكومة أقليم كردستان. أنا كنت رافقته في الذهاب إلى هناك. وطيلة الشهرين لم تقدم أمريكا ولا أوروبا الدعم لحكومة أو لإقليم كردستان. الحضور الأخوة الحرس والأخوة أيضا من حزب الله إلى العراق هو حضور رسمي وبدعوة رسمية، ولولا دعم الجمهورية الإسلامية لما كنا نجلس في الفلوجة. الآن إحنا في الفلوجة قاعدين، وكان يمكن أن تسقط بغداد كلها بيد داعش. Hezbollah Secretary General Said Hassan Nasrallah spoke recently about the fact that Hezbollah fighters were actually fighting in Iraq under the guidance of the popular mobilization units. What can you tell us about that? هذا تواضع من سماحة السيد. حزب الله وشباب حزب الله وعلى رأسهم، وأنا أشهد بذلك، عاصرتهم وكان من أصدقائي الشهيد عماد مغنية والشهيد مصطفى بدر الدين، يعني رضوان وبالفقار، أول من قدم الدعم التدريبي للمجاهدين العراقيين في سنة 1981. كانوا حاضرين في معسكرات المجاهدين العراقيين الذين كانوا يحاربون صدام في ذاك الوقت، ومنذ ما قبل سقوط الموصل إلى اليوم يقدمون دعم كبير. Will we see the fighters of the popular mobilization units enter the city of Falluja? احنا الان في الفلوجه، مدينه الفلوجه هي قضاء الفلوجه، 500 كيلومتر مربع. حررنا ناحيه اداريا، اكو قضاء واكو ناحيه القرمه وناحيه الصقلاويه. حررنا القرمه الصقلاويه خلال ايام. نحن الان على ابواب الفلوجه، ستدخل القوات العسكريه الى الفلوجه، الى مركز الفلوجه، وإذا ما احتاجت مساعدة سنكون مشكورين شاكرين لهم، وإذا احتاجت مساعدة سندخل حتما، ولن نبطئ عملية إنهاء تحرير الفلوجة. You will participate even if the US-led coalition participates as well. نحن لم نطلب كحش الشعبي دعم أمريكي، لا نشعر بالحاجة له. لحد كل عملياتنا السابقة لم نطلب هذا الدعم. نتمنى أن لا يطلب الجيش العراقي أيضا الدعم الأمريكي، دعم التحالف، لأنه يدمر. نتمنى أهالي الفلوجة وأهالي الرمادي يطلبوا عدم تدخل الطيران الأمريكي. الطيران الأمريكي دمر البنى التحتية للعراق في حربين كبيرتين، في حرب 91 وفي حرب 2003، واستخدم القوة المفرطة والهائلة لتدمير البنى التحتية وتدمير الجيش العراقي السابق. في الرمادي نموذجا، تحرير مدينة الرمادي كلف أشهر، وكلف المدينة 85% تدمير، نسبة 85% من البنى التحتية والأبنية في الرمادي الآن مهدمة بسبب القصف الأمريكي. احنا نريد نحرر الفلوجة بأقل خسائر ممكنة
للبنى التحتية حتى ترجع الناس إلى بيوتها وأعمالها. After the liberation of the city of Falluja, the district of Heat, the district of Al-Rutba as well, what can you tell us about the presence of Daesh in west of Iraq? What can you tell us about the Iraqi-Syrian borders and also about the future of Daesh in Iraq? نحن سنطهر العراق إن شاء الله من داعش. سنذهب إلى داعش في آخر مخبأ إلى حتى لو كان على الحدود السورية، بل سنذهب إلى خارج العراق للقضاء على داعش لأنه مصدر للإرهاب.